أكبر إهانة ممكن تقدم للبشر هو مقارنته بأشخاص آخرين. ليش؟ كل إنسان عاش ببيئة معينة وتربى على شيء معين وشخصيته مختلفة عن الآخرين تماماً. يعني أنا اليوم أنا وياك أوكي، إحنا كبشر هيئتنا بنيتنا كلها، لكن إحنا كشخصيات مختلفة تماماً. اللي طبعي ولي طبعي. بالضبط. الأخوة الاثنين بنفس البيت بنفس البيئة بنفس العائلة لهم أطباع مختلفة، فهنا المقارنة أكيد تعتبر تقليل، إضافة إلى يخلي الإنسان يشعر بانتقاص بداخله. هذا الانتقاص جدا يولد فجوة ما بين الزوج وزوجته، لأنه يعتبر أنه هو دا يطلع من الصبح دا يشتغل ودا يكد ودا يتعب، وزوجته مدى تلاحظ هذه الأمور اللي هو دا يعمل عليها، بالتالي هي دا تنظر للأمور الظاهرية أو خلينا نسميها الكماليات فقط، تمام؟ أكيد بالتالي راح تصير مشاكل. إضافة إلى أنه بعض الزوجات تهمل موضوع العائلة والبيت وتبقى مركزة فقط بالمقارنة، أنه فلانة زوجها جاب لها هيج، فلان زوجته كذا صار، سفرها راحت اجت زين. أوكي، ماكو مقارنة. ليش؟ أنت حياتك مختلفة وهم حياتهم مختلفة. هي بهذه الحالة معناها أنه هي ما متقبلة حياتها ولا متقبلة لوضعها أو متقبلة لزوجها، فهذه راح تولد بعد فجوة أكبر، تولد مشاكل أيضا أكبر.